بعد عام من إطلاق برنامج أداء، وزارة الصحة تستعرض النتائج والثمرة برعاية من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع. برنامج أداء صحة هو برنامج يقوم على تحسين الإجراءات وتسهيلها في أكبر المستشفيات لدينا. أخذنا تقريبا 70 مستشفى مستشفيات صحة التي تمثل تقريبا 80% من حجم الأسرة الموجودة في الصحة، وسعينا إلى تحسين أداء هذه المستشفيات، تحسين إجراءات تطويرها لتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين. نتج عن هذا التحسين تخفيض في قرار التنويم في عناية مركزة بنسبة 29% وقت الحصول على موعد في العيادات بنسبة 41%، ووقت الحصول المختبر في الطوارئ على 20%. وهناك كثير مؤشرات التي تحسنت، وسوف نستمر طبعا في التحسين. لازال الطريق طويل ولازم نسعى الأفضل، ولكن نريد أن نحدث نقلة نوعية في الخدمة المقدمة لكل المواطنين. نعلم أن هناك عدم رضا على بعض الخدمات، ولكن الطريق يأخذ منا وقت، وكل فترة إن شاء الله ترون شيء أفضل وأفضل. أداء الصحة شمل 70 مستشفى رئيسة، فيما ترشح منها 5 مستشفيات مميزة استعرضوا على المنصة تجاربهم ونجاحاتهم خلال العام، وجعلوا التصويت للجمهور في اختيار الترتيب للمراكز 5. الحمد لله هذا البرنامج يمتد لمجموعة من الخدمات والمحاور الخدمية الداخلية مثل العناية المركزة، الطوارئ، العمليات، التنويم، العيادات الخارجية، وكذلك بعض الخدمات التشخيصية كالأشعة والمختبر، بهدف أنه تتحسن هذه الخدمات ويكون أدائنا فيها أفضل، وتصل بالتالي الخدمات بشكل متكامل للمريض ويستفيد منها ويصل بإذن الله للعافية بشكل أسرع. امتداد للبرنامج نعم هو ممتد إن شاء الله ومستمر، امتدادا لما استمر فيه، بل بإذن الله نرتقب له توسع في المستشفيات. نظرنا إلى المستشفيات التي تقدم، أكبر المستشفيات تقدم حوالي 75% من خدمات وزارة الصحة، والسبعين مستشفى بدأت تتشارك وتتنافس في إيجاد، في أول شيء التعرف على التحديات، وبعد التعرف على التحديات التعرف على فرص التحسين. فرص التحسين جاءت من العاملين في المستشفيات، ومشاريع تحسين وضعت، وبناء عليها وضعت مؤشرات أداء ترفع يوميا وأسبوعيا وشهريا إلى الوزارة، ويوجد لها الآن بوابة إلكترونية أو داشبورد، ويتنافسوا في تحسين مؤشرات الأداء أو KPIs. من خلال هذا البرنامج تم تنفيذ أكثر من 500 مشروع تطويري أسهمت في تحسين عدد كبير من مؤشرات الأداء.